تبارك الله. نعم، اول حاجه مرحبا بك على قناه صوت العداله. نعم، كما كنعرفوا كانت الممثله سيدي غابه ديال الطومين توقعت الواقعه، وكيف شديتي نعم في الميدان تمشي؟ اولا وقبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر صوت العداله انها تلفتات ليا وجهات وسولات وسقصات وبغات تعرف البدايه ديال نعيمه. البدايه ديال نعيمه كانت في غيروند، ناس كانوا كيجيو كيعرفوا الناس اللي ما عندهمش مدخول، عندهم مسائل عائليه كذا. كنا كنخدموا لا بليبار كنخدموا مع نبيل عيوش في غيروند، وكان واحد السيد اللي هو بوبكار مسكين اللي كان كيدير ودار خير في ولاد المدينه كاملين، كان في غيروند. دابا راه وصلوا واحد المواصل اللي هي كوم كاسكادور كوم هذا سيناريست، الحمد لله خرج بنادم بزاف ديال الحوايج. بديت معنا بالعيوش كان في غيروند. المهم 2006 كانت عندي ديجا واحد نظره على السينما، انا المسرح ما طرقش لانني ما قريتوش، ولي هو يا ابو الفنون. 2009 درت الساعة في الجحيم اللي عندي فيها 4 ديال ليبيزود. من بين الممثلين اللي متشابهين مع الجحيم، الساعة في الجحيم كاين دريس الروخ، كاين جواد العالمي، كاينين بزاف ديال الوجوه. وهذوك ابرز هذوك الوجوه اللي متشابهين، ابرز الوجوه ما نقدرش نقول لك الوجوه، انا نقدر نقول لك المخرجين اللي هو محمد علي بن مجبود، ياسين فنان، زعما كناس في المستوى. وهذا وكما كنقولوا هذاك يا خير الله، لانه هو فيلم كما كنقولوا عالمي ديال نبيل عيوش. الدور ديالي كنت انا الصديقه ديال مول الكراج، راه بين بشعيب لا بين قوسين راك عرفتي كيفاش كان. والحمد لله دابا انا المشكل اللي عندي ما عنديش واحد الاحتكاك بالناس الكبار كما كنقولوا، الناس اللي هما واصلين بحال سعيد الناصيري، بحال دريس الروخ، بحال رشيد الوالي، بحكم الاعمال ديال رشيد الوالي راك عرفتي مسكين هو فهاد الاونه الاخيره، واللي كيدعم راسو راك عارف. وهاد كورونا خويا طحنات كلشي، ساعدوني الناس ماشي ما ساعدونيش. من بعد الموت ديال الام ديالي اللي في 2013 مدوا لي يد العون، لا في عيد لا في عواشر، ولكن كما كنقولوا الرخام كيهرس الدوام كيهرس الرخام. وعدد لا كريز ديال هذه ديال الحرب ديال اوكرانيا مع روسيا ما نقولش لك اخويا صافي، تقدرش نقول لك راه انا حاشاك وصلت لواحد كما كنقولوا الحداده صافي، انسان مقصح بزاف. وكورونا راهي باقا راه كما في علم العالم كامل باقا ما تحداتش باقا، ما وانا راه كنعاني اخويا كان عيني بس قطع شي رجل بسبب يا خويا شوفها العالم كامل هيا رجل مقطع خويا محسيني محسين واحد هو مسكين اللي دار لي العملية، وقفوا الإخوان الحومة كاملة بكبيرة بصغيرة بالدواء بزاف ولكن كما كتشوف أنا ساكنة في الطبقة الرابعة مع بنادم ما كيقدرش يتسخر ما كيفهمش، ملي كتكون الشتا كنتسنى يا ربي اللي حل عليا الباب واللي عندي مستلزمات، عندي الماء، عندي ليكوش، عندي الدوايات، عندي بزاف. وبلا ما غنقول لك دابا الحالة اللي أنا فيها بقى قوسين، ميتوزين كانت ب 20 درهم ولات ب 100 وجوج درهم. نعيمة دابا اش عطاك التمثيل؟ باش فادك التمثيل؟ والو ما فاش الناس الاولين، حبيبه المذكوري، عبد الرزاق حكم، عبد القادر مطاع، محمد بن ابراهيم، بزاف، عبد الرؤوف اللي ضحك الكبير والصغير ما عمر كان شي التفات عليه، عبد اللطيف هلال، وزيدوا القائمه. ما كاينش اخويا، لكن هاد الدومين ديال التمثيل ما كاينش اخويا، هادشي علاش انا صافي تقاطعت عليه من 2013 ليومين هذا، هي تقطعت رجليا من 2013 نعيم كليل خلال ما والو اخويا، شوف على السكونه كي دايره والو، كاري اخويا اللي عنده الفلوس بيت صح، راه الدار اين السقوط، تهددوا المرات وتهددوا الساكنه، كان نوطر مليون ونص دابا ولا بجوج وليدي، الناس استافدوا هادو اللي معايا في السطح وبنت خالي اللي لتحت، باقيين حنا دابا ثلاثه الناس اللي فريد شوصي في الطبقه الاولى، وانايا ما عنديش اخويا داك لاصوم ما عنديش. انت باش تجيب مرة تريح معاك ولا باش تخلصها؟
تخلصها بالدعاء الدعاء حقا راه الله كي، ولكن راه شعيا مسكين عندها وليدات، كاين واحد الكارديان مسكين هو اللي كيتسخر ليا، حارس ليلي هو اللي عندي تليفون ديالو، يجيب لك الكخضيره يجيب لك حليب يجيب لك على قدر المستطاع. نعم دابا كتكلم على العائله الثانيه ديالك اللي هما المغاربه، شنو الرساله توجهين؟ تساعدوني ساعدوني يكونوا بينا، ما مش غنشرط عليكم ولا غنقول لكم بحكم سكنه ولا ها اعانه هكا بنادم ما ياكل ويشرب ياكل القوت ويتسنى الموت، مابقيتش باقا والو وليدي من الدنيا. نعم فقدت الامل في الدنيا حاشا من عند الله، نفقد الامل في الدنيا ولا في الله؟ قالك اللي قيتي في الله ما كيخدلوش، وانا الله سبحانه وتعالى ما خدنيش اخوتي كاملين ما خدلني حتى شي واحد، كل شيء وقف معايا وكل شيء أزرني، ولكن أنا برلانس طوليت كنحشم من بنادم ما نقدرش عليك، حيت هي عيا اللي عطيني عيا اللي شد وليدي ما نقدرش عليك، وهاد لابيريود وهاد لاكريز وهادي ما عرفش كيفاش غادي نوصل لك، اللي كنطلب من الله هو راه سامعني، ديما كنتناجى مع الله والخوت اللي قدرهم عليا الله يساعدوني به. بعد ما نعيمة قطعت رجلي شنو من الأمراض دابا اللي عندها من غير؟ عندي السكر، عندي الأعصاب، عندي طونسيون بزاف اوليدي، راك عرفتي هذا السكري والمقبره ما كيخرج من الدات كيخربها وراه خربني، هذه راه تقطعات وهذه راه باقا عندها، هي باقا باقا شي فطور العلاج الدواء غالي 1500 بار سومين اوليدي ما كدبش عليك. تغلبات نعيمه؟ ياس بزاف بزاف كرد لقلبي بزاف. شنو كثر الدقلوك تقاسم مع المغاربه خديجه؟ اللي غتقول لك نعيمه اللي داروا هي هذيك ما قدرتش نشرد هسه سمح قال لك مول الدار ما يفرط الضيف ما يتشرد اللي داروا اخوتي واللي فصلوها اللبسه. شكرا لك.